مري كما نهني كذلك أيضا الشاعر المعروف صالح بن سالم المانعة المري. نهني جميع الفائزين مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في هذه اللحظات انطلاقة شوطنا 17 وبرفقة الزميل الكريبي بن جابر المري. شكرا يا الزعبي. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء متواصلين بتواصل اشواط هذا اليوم وانطلاقات ومنافسات سن الحقائق، لنبدا مع انطلاقه شوطنا 17 بتعداد اشواط هذا اليوم، واشواط اليوم هي 25 شوط. سنتابع بها المنافسه الشيقه والنديه ما بين شعارات ابناء القبائل الحاضره والمتواجدة من شتى دول مجلس التعاون. نبدأ بالنداء مع أول المراكز لنتابع الجزيرة. الجزيرة على المركز الأول سعيد بن محمد بن سعيد الجربوع المري ينطلق شعاره مع المركز الأول ومع الصدارة. ثاني المراكز التواجد من قبل الدوحة محمد بن فاراب بن عتيق آل بريد المري، والمركز الثالث في تقدم سجة سالم بن خجيب بن سالم بن عايض العذبة المركز الرابع. وتابع مشاهدينا الكرام تقدم حاملة رقم 43 المنطلقة على المركز الرابع تحمل رقم 43 ليست مدونة لحظات من وافيكم على معلومات رابع المراكز. المركز الخامس التواجد مشاهدي الكرام غير محبوبة مبارك بن صالح بن طالب بن عقيل، وأرى أيضا شعار بن بعيران يتدخل على المركز الخامس مع العابرة عامر بن سعد، أو هذا شعار بن رفادة عامر بن سعد الرفادة ينطلق شعاره على المركز الخامس. هذا هو النداء الأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمنطلقة. نعود إلى أول المراكز، نعود إلى الصدارة لنتابع الجزيرة على المركز الأول وعلى الصدارة. الجزيرة تقود مجريات هذا الشوط سعيد بن محمد بن سعيد الجربوع المري. ثاني المراكز يصل شعار بن رويشد مع انطلاقة سمحة سليم بن سلامة بن سليمان الفايد الجهني ينطلق شعار على المركز الثاني. ثالث المراكز تحمل الرقم 3 وقار حمد بن سالم بن محمد بن مانع ينطلق شعاره على المركز الثاني بهذه اللحظات. المركز الثالث يصل بهذه اللحظات وينطلق احد الشعارات المميزه المنافسه بهذا اليوم بحضور هذا الشعار العابره عامر بن سعد بن محمد ال ثيده المري. والمركز الرابع البرتو رابع المراكز الشهنية لعلي بن إبراهيم بن راشد بن محسن آل بحيح على المركز الرابع كما وصلنا. المركز الخامس التواجد من قبل سمحة لحزام بن سالم بن راشد بن نديلة. إذن هذه هي الأسماء، دخلنا مجريات الكيلو متر الأخير، خلاص كيلو واحد متبقي على الناموس على التتويج. عود إلى الصدارة شعار شاعر الوطن ينطلق مع الصدارة. هذا الشعار شعار بن مانع يتواجد مع أول المراكز صالح بن سالم بن مانع مع المركز الأول ومع وقار، ولكن هذا الشقيق حمد بن سالم بن مانع يقدم لنا هذه الانطلاقة مع انطلاقة وقار من بدأت تقود مجريات هذا الشوط تحضر في هذا الاختبار مع انطلاقتها الأولى. المركز الثاني غيرت في هذه اللحظات انطلقت من الجانب الايمن تواجدت مبلشه لاول نداء علي بن محمد الشراب ينطلق شعاره. الله شعار الشراب حاضر معنا بهذا الشوط ومع انطلاقه هذا الشعار اللي سجل بصمه في سباقاتنا المحليه الاولى، في سباقنا المحلي الاول والثاني والثالث والرابع حتى هذا السباق المحلي حاضر هذا الشعار، وفي المهرجانات المحليه وفي المحافل الخارجية يقدم لنا شعار الشراب. هذه الانطلاقات المميزة يقدم لعشاق هذا الشعار أيضا سجلات حافلة لهذا الشعار. نهني مالك أيضا مبلشة علي بن محمد بن علي الشراب على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز كان الوصول من قبل براق المسفر بن عبد الله بن مسلم خضبية المري المركز الثالث.
وصلت الجزيرة لفالح بن هادي محمد بن حباب الهادي المركز الرابع. وصلت الظبي لعلي بن بطشان اليامي المركز الخامس. كان الوصول من قبل رمانة لسلمان بن مسعود بن أحمد العدواني. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، انغضت مجريات هذا الشوط وكان الناموس محالفا لمالك مبلشة. والتهاني والتبريكات لعلي بن محمد بن علي الشراب المري. نعود إلى ملخص الشوط الذي انقضى ومجريات هذا الشوط. للمعلومة مبلشة ما حضرت إلا في الأمتار الأخيرة، كان حضورها أيضا ملحوظ ولافت الأنظار. هذه انطلقت لحظة النهاية 4:44 ثمانية أجزاء من الثانية. ثاني تبريكات لعلي بن محمد بن علي الشراب المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت براقة 4:47 من الثانية. ثاني التبريكات لمسفر بن عبد الله بن مسلم الخضبية المركز الثالث. وصلت الجزيرة توقيت الزمن 4:47 7 أجزاء. الثاني التبريكات لمالك الجزيرة فالح بن هادي بن محمد بن حباب.